التجارة الرابحة في المواسم الفاضلة. فالأذكار وقاية من الشرور ومن الشياطين. كثير من الناس لا ينتظر دقيقتين أو ثلاث بعد الصلاة لقراءة الأذكار، وفيها من الأجور ما فيها، وفيها من الأجور ما فيها، وفيها من الأجور ما فيها. ويبتدئ التكبير المطلق من أول العشر لغروب شمس اليوم الآخر، وهو الثالث من أيام التشريق. ويبتدئ وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، وهذه سنة مهجورة. إن العيد عبادة وليست عادة، وقد شرع الله سبحانه وتعالى فيه عبادات. خطبة للشيخ الفاضل منصور الحمودي حفظه الله، كانت بتأريخ 8 من شهر ذي الحجة لعام 45 و400 للهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن. وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لا زلنا نعيش في خير أيام الدنيا التي شرفها الله سبحانه وتعالى، وله الخيرة فيما يختار، ولكونها في الأشهر الحرم وفي أعظمها، وقد اجتمعت فيها كل العبادات. وهل يكون الحج إلا فيها؟ وفيها أكمل الله سبحانه وتعالى لنا الدين وأتم النعمة، فقد جاء في الحديث أن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أنها نزلت يوم عرفة. ولهذا حق لها أن يقسم الله سبحانه وتعالى بها، والله لا يقسم إلا بعظيم. فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. وأكد على أهمية هذا القسم بقوله: إن في ذلك لقسم لذي حجر، أي عقل. فأصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة هم الذين ينتفعون بأحكام الله وبآياته وبتشريعاته. وقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى أهمية العقل بهذه الآية، وقد شرع الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام عبادة تزكو بها العقول وتطهر بها النفوس، ألا وهي ذكر الله. قال سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيها من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. ولقائل أن يقول: من أين استفدنا أن هذا الذكر ينمي العقول؟ تعال معي إلى هذه الآية وتدبرها. يقول الله سبحانه وتعالى:
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فأولو الألباب هم الذاكرون الله على كل أحوالهم. ولهذا كان معيار الذكاء يا عباد الله ومعيار العقل والتوفيق عند الله بما يوافق شرع الله، وقد يختلف ذلك عن نظر كثير من الناس. فهؤلاء سادات قريش وفيهم الخطباء والبلغاء والحكماء جهلوا أشياء كانت مقارنة مع غيرهم من المسلمات. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. جهلوا ذلك واستغربوه واستبعدوه. قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقالوا: أبعث الله بشرا رسولا؟ استبعدوا ذلك، بينما كان غيرهم ممن هو دونهم في المكانة والشرف قبلها وعلمها وأيقن بصحتها ووفق إليها من أطفال ونساء وشبان وعبيد وعجم، كعلي بن أبي طالب وبلال وخديجة وسمية والزبير وسعد وعمار وسلمان وغيرهم من الصحابة الذين استجابوا وأصلح الله سبحانه وتعالى لهم عقولهم وأصلح لهم فطرهم. وليس هذا الأمر خاص في من مضى، بل في زماننا هذا تجد من الغرائب فدكتور يعبد بقرة أو فأرا، وبرفسور ينكر وجود الرب وينسب أمور الكون إلى الطبيعة، وطبيب يعيش مع كلب يأكل ويشرب معه، يبيت معه حيث بات ويقيل معه حيث قال. وحتى في مجتمعاتنا الإسلامية تجد كثيرا من الناس ممن يزعم العلم والمعرفة إذا أصابته مصيبة أو نزلت به جائحة انصرف إلى غير الله وأقبل على غير الله. إذا أقحطوا توجهوا إلى قبر فيذبحوا عنده بقرة رجاء بركة ذلك القبر ونزول الغيث. أما في الأمور العادية والمعاملات الإنسانية فحدث ولا حرج. كم من مناقضات للعقول، كم من مناقضات للأمور الصحيحة، وممن يغشار إليهم بالبنان ويطلق عليهم بأنهم مفكرون وساسة وعبقريون إلى غير ذلك. تجد مخالفات ومناقضات في أمور دعوية وفي أمور سياسية وفي أمور اقتصادية، وهم ممن يشار إليهم بما سمعت. ويوفق الله سبحانه وتعالى ممن لم يشتهر عنهم تلك الألقاب ولم يتخصصوا بتلك العلوم، بل وممن كان يطلق عنهم بأنهم فقهاء طهارة ولا يعلمون الواقع. كل هذا يدلنا على أن العقول الراجحة هي التي تستقي وتتغذى بغذاء الوحي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عباد الله، لقد شرع الله في هذه العشر أنواع العبادات ورغب في التزود منها، ومن أهمها ما تستنير به العقول وتنشرح الصدور وتطمئن القلوب وتزكو النفوس: ذكر الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. عباد الله، إن ذكر الله سبحانه وتعالى سبب النجاح وسبب الفلاح، وهو سبب السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة. الذاكر ربه قلبه مطمئن وصدره منشرح. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عز من قائل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. المعرض عن ذكر الله قلبه قاسٍ،
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، المعرض عن ذكر الله في حياة ضنكة وفي عاقبة ظلمة. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى. والذكر هنا يعم الذكر في الظاهر والباطن في القول والعمل، ومن ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالإعراض عن ذكر الله سبب لتسلط الشياطين. وفي الحديث أن الذي يدخل بيته ولم يذكر الله يقول شيطان: أدركتم المبيت. فإذا أكل ولم يسمي الله يقول: أدركتم العشاء والمبيت. يقول لأصحابه ومن معه من رفاقه: فإن نام مع أهله شاركه في عمله، فما تجد وما تنظر إلا أولادا فيهم من الشطانة ما تحتار وتستغرب. فهو له قرين، مقارن له ومشارك له في كل أعماله، ويعتدي عليه اعتداءات كثيرة على صحته وأهله وماله. كم تجد من مصروعين ومن مجانين ومن مرضى وممسوسين إلى غير ذلك، كل ذلك سببه الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وحياة كهذه إنها كالعدم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والذكر فيه حياة القلوب كما يحيى البلاد إذا ما ماتت المطر. فالأذكار وقاية من الشرور ومن الشياطين. اسمعوا إلى هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قضي بينهم بولد لم يضره الشيطان. ذكر عظيم ويسير، وفيه من الآثار والمنافع ما فيه. هكذا تجد أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم حرز من الشياطين، من الشرور، من السحر، من العين، من الحسد إلى غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، ورفعت له 100 درجة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه حتى يمسي، ولن يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ذلك أو زاد. انظروا إلى هذه الفوائد: عصمة وحرز في الدنيا، ورفعة وكرامة في الآخرة، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ذلك أو زاد. وكم في الأذكار من ثمرات، وكم في الأذكار من أجور عظيمات ومضاعفات. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أحب من الدنيا وما فيها. هذه الكلمات الأربع الباقيات الصالحات خير من الدنيا وما فيها. قول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: كنز من كنوز الجنة، لو ظهر كنز في الأرض كم سيقتتل الناس عليه، وهذا كنز من كنوز الجنة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يا لها من أجور عظيمة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تثقل الميزان هاتان الكلمتان، والحمد لله تملأ الميزان. وفضل الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم فيه من الخير ما فيه. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا.
عشر وذكر في الملأ الأعلى تذكر في مكان خير مما ذكرت. أيها الإخوة، سمعنا هذه الآثار وعلمنا هذه الكنوز، لكن كيف حالنا معها؟ كثير من الناس لا ينتظر دقيقتين أو ثلاث بعد الصلاة لقراءة الأذكار وفيها من الأجور ما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أجرها لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. يؤذن المؤذن ويتحدث الناس ولا يسمعون ولا يردون بعد المؤذن ولا يذكرون تلك الأذكار، وفي ذلك من الأجر أجر عظيم، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رد بعد المؤذن ثم سأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة كان أجره نيل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إلى شفاعته عليه الصلاة والسلام. يبقى بعضنا مجلسا كاملا لا يسبح الله فيه تسبيحه ولا تكبيره ولا تحميده، ومجلس لا يذكر الله فيه يقوم أهله منه على مثل جيفة حمار، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه حرك لسانه بحروف ثلاثة بقول لا إله إلا الله لنال أجرا عظيما. فلو وضعت السماوات والأرض في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. كم تضيع علينا من الأيام ومن المجالس والساعات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكم في الاستغفار من فوائد، فيه فوائد عظيمة لا يعلمها إلا الله. قال نوح لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يا من تريدون مغفرة الذنوب، يا من تريدون نزول المطر والغيث، يا من تريدون الأموال والأرزاق، يا من تبحثون عن الأولاد، يا من تسعون إلى القوة والنصر على الأعداء، استغفر الله. إن ذلك كله تضمنه الاستغفار يا عباد الله. والاستغفار ينبغي أن يكون عن حضور قلب، فكم نستغفر؟ كثير منا قليل الاستغفار، لا يستغفر إلا بين السجدتين وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وكيف نستغفر؟ إن الاستغفار أصبح عن غفلة في حال كثير من أمورنا وأحوالنا وحياتنا. ترى الرجل يتكلم بالكلمة التي هي من سخط الله فتنصحه بأن يستغفر الله فيقول أستغفر الله وهو يضحك. أين معنى الاستغفار الذي يشتمل على التوبة والذي أهم معانيه الندم؟ فأين الندم؟ وصدق الحسن رحمه الله حيث يقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. وأحسن ابن رسلان بقوله: وإن كان استغفارنا يفتقر لمثله فإننا نستغفر. وقد نستغفر كثيرا ولكن الغفلة حاصلة يا عباد الله. فلو استغفرنا الاستغفار المطلوب وتبنا إلى الله تعالى التوبة النصوح لنزل الغيث وعمت البركات. والله سبحانه وتعالى يمسك الغيث عن عباده ويصرفه في أماكن بعيدة عنهم ليرجعوا إليه. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أيها المسلمون، لم يطلب الله سبحانه وتعالى منا من الأعمال على وجه الكثرة ما طلبه في الذكر. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
وقال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقال لزكريا واذكر ربك كثيرا، وقال موسى متوسلا إلى ربه يطلب شفاعة منه بأن يجعل أخاه معه وزيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. حتى في أوقات الشدائد وانشغال العقول والأبدان يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاستغفار كثيرا. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، ذكرا كثيرا في حال التحام الصفوف وتطاير الرؤوس يطلب الله الذكر الكثير، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. لماذا؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله من أسباب النصر. والعبادات تشتمل على أذكار، أكثر العبادات تشتمل على أذكار، وأولها الصلاة ومنها الحج. ومع أن الصلاة ذكر فإن الله قد شرع بعدها أذكارا، ولهذا قيل في معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، أي اهرأ لذكر الله سبحانه وتعالى، قم لذكر الله. وهذا معنى له شاهد يؤيده، وهو قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وانظروا إلى الحج، عبادة كلها أذكار، وقد جاء في الحديث المرفوع حكما إنما جعل الطواف للبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، كله لذكر الله. ومع ذلك يأمر الله تعالى بالذكر، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال واذكروا الله في أيام معدودات. وقد خص الذكر في هذه الأيام، ومما خص من الذكر التكبير، فإنه يشرع في هذه العشر التكبير مطلقا ومقيدا، والتكبير المطلق في جميع الأوقات والمقيد في أدبار الصلوات. ويبتدئ التكبير المطلق من أول العشر إلى نهاية إلى غروب الشمس اليوم الآخر وهو الثالث من أيام التشريق. ويبتدئ وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، وهذه سنة مهجورة. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس فيرتج السوق بالتكبير، ولكن أسواقنا يا عباد الله على غير تلك الحال، ما تجد فيها إلا الصخب واللغط واللغو والغناء والعبث وفسوق الكلام وماجنه في أمور كثيرة. فبائع السكرين يغني، وسائق القمامة مشغل موسيقى، وأما أصحاب المترات فحدث ولا حرج، حتى بجوار بيوت الله والناس يصلون يأتي أحدهم رافعا مزمار الشيطان فيؤذي بذلك المصلين، وهؤلاء يخشى عليهم من الإثم المبين ويخشى عليهم من عدم العافية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وقال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فهذه أيام عظيمة يا عباد الله، يحذر الإنسان على نفسه أن يظلمها فيها. لا تظلموا أنفسكم بالمعاصي والسيئات أيها المسلمون. وفي هذه الأيام يوم عظيم، يوم عظيم ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر منه في هذا اليوم لما يرى من تنزل الرحمات، وهو يوم عرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقد شرع صيامه لغير الحاج، وإن كان من يصوم قد بقي عليه من رمضان فيجوز له صيامه، ولو صادف يوم السبت كما في عامنا هذا أيضا فيجوز صيامه. وقد رتب الشرع على ذلك أجرا عظيما، وهو تكفير ذنوب عامين
تكفير ذنوب عامين، وفي هذا اليوم يوم عرفة يتجلى الله لأهل الموقف فيباهي بهم ملائكته ويغفر لهم ذنوبهم، فيرجعون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم ارزقنا حج بيتك العتيق، واختم لنا عملا صالحا تتوفنا عليه يا أرحم الراحمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، وفي هذه الأيام وفي عاشرها يوم عظيم، وهو يوم النحر، سماه الله يوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج تكون فيه، وجاء في فضله خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم فرح بما أنعم الله سبحانه وتعالى على الحجاج والمقيمين من أداء المناسك والتعبد في العشر وصوم يوم عرفة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولهذا استحب إظهار الفرح فيه ولبس الجديد والتهنئة وإدخال الفرحة على الناس خصوصا الأقارب والأرحام، والتوسعة على الأهل والعيال. إلا أن بعض الناس يفسدون هذه الفرحة، فيتعمدون زيارة المقابر ويقصدونها في يوم العيد، ويقفون عليها ويبكون على أهلها، وهذا من كيد الشيطان ليخرج يوم الفرحة ليجعله يوم حزن. وإن كانت زيارة المقابر مشروعة في كل حين، إلا أن تخصيصها في يوم العيد فيه ما فيه. والبعض يفرح لكن فرحه غير منضبط بالأحكام الشرعية والآداب الإسلامية، فتسمع الغنى هنا وهناك، وهذا من البطر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. ويحصل الاختلاط ومصافحة الأجنبيات كزوجة الأخ وأخت الزوجة وبنات الأعمام والأخوال ونسائهم من الأجنبيات ممن حرم الله سبحانه وتعالى مصافحتهن والاختلاء بهن. وتجد أيضا العبث في اللباس، في لبس الضيق والطايح والممزق والمقطع، وتغيير الشعر وتلوينه لدى البنين والبنات بالقصات الغريبة، والتلوين والتشقير والتثليج والنمص والتوصيل وغير ذلك. وأيضا تجد التبرج عند بعض البنات ممن تجاوزت سن 18 وممن قاربت البلوغ، وكأنه يوم إباحة. فيا عباد الله، اتقوا الله في أهليكم وأولادكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهكذا يعبث كثير من الناس بنفسه بأن يعبث بلحيته بحلقها أو قصها متشبها ببعض الساقطين، وأن ذلك من الزينة. لا والله ما هو من الزينة، إن نبيك صلى الله عليه وسلم هو أولى من تقتدي به، وقد كان كث اللحية، وهكذا هي سنة الأنبياء. قال هارون لأخيه موسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. عباد الله، إن العيد عبادة وليست عادة، وقد شرع الله سبحانه وتعالى فيه عبادات، منها صلاة العيد ونحر الأضاحي. وصلاة العيد سنة مؤكدة على الرجال والنساء، وفرض من فروض الكفاية على الرجال، وهي ركعتان تتلوهما خطبة، يكبر في الأولى 7 غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 غير تكبيرة القيام. ويستحب تعجيلها في الأضحى ليرجع الناس إلى أضاحيهم، ويستحب أن يخرج ممسكا صائما ولا يأكل حتى يرجع من الصلاة، كما يستحب الاغتسال والطيب ولبس الجديد ومخالفة الطريق بين الذهاب والرجوع. والأضحية سنة مؤكدة يكره تركها على القدرة، وقد قال بعض العلماء بوجوبها، وهي عبادة عظيمة. جاء في بعض الأخبار أنها
خير عمل في يوم النحر، ويستأنس لذلك بأن الذبح لله عبادة من عبادات التوحيد الذي هو خير العبادات. وقد قرنه الله سبحانه وتعالى بالصلاة فقال: فصل لربك وانحر. وقد أمر الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم بذبح ابنه وفلدة كبده فامتثل وسلم. فهل لا نمتثل بذبح الأضاحي قربة لله وتوسعة على أنفسنا وأقاربنا وإحسانا إلى إخواننا؟ والله أن في الأضحية إنها تظهر عظمة رحمة الله بعباده وتظهر ويظهر كرمه، وذلك أن الله يأمرك أن تأكل وتشرب وتستمتع ويعطيك على ذلك الأجر الكبير العظيم. وأي رحمة كهذه؟ أيها المضحون، اعلموا أنه يشترط في الأضاحي شروط: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا حب رياء ولا سمعة، وأن لا يجعلها على سبيل العادة أو على أن لا يقول الناس أنه إذا لم يذبح لم يذبح. وثانيها أن تكون من بهيمة الأنعام لا يكون من غيرها. ويخطئ من يقول إن الفقير يضحي بدجاجة أو بأرنب، له أن يذبح ويأكل ما شاء، لكن لا على سبيل القربة والتقرب بها إلى الله بأنها أضحية. إنما الأضاحي في بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والمعز والضأن. كذلك أيضا من شروطها بلوغ السن المعتبر شرعا، وهو سنة، اكتمال سنة في المعز وسنتان في البقر وخمس في الإبل، وعلامة ذلك سقوط ثناياها، ويجزئ الجذع من الضأن. ورابعها سلامتها من العيوب، والعيوب أربعة: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء وهي الهزيلة التي ذهب مخها من الهزال. كذلك أيضا يلحق بذلك العمياء والكسيرة، ويلحق أيضا مقطوعة الأذن والذنب. أما مشروطة الأذن ومكسورة القرن والخصي فيجزئ في الأضحية. وخامسها الوقت المحدد شرعا، والوقت المحدد شرعا أن يكون بعد وقت صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. ومن ذبح قبل ذلك فلا أضحية له ولزمه الإعادة. وتجزئ الشاة الواحدة أو السبع من البقر والإبل عن الرجل وعن أهل بيته، وإن كان له أكثر من امرأة وأكثر من بيت. ومن نوى الأضحية لزمه الكف عن شعره وأظهاره وبشره من أول العشر إلى أن يضحي. ويراعى عند ذبحها أمور، وأولها التسمية، وهي واجبة في أصح قولي العلماء، ويعفى من ذلك من نسيها. ومن الآداب والسنن إحداد الشفرة بعيدا عن نظر الضحية، وإراحتها، واستقبال القبلة، وإضجاعها على جانبها الأيسر، وكذلك التصدق منها. وقد استحب بعض العلماء بأن يتصدق بالثلث، ولا يبيع، ولا يجوز له أن يبيع من أجزائها، لا جلدها ولا صوفها ولا غير ذلك. ويستحب أن يذبحها بيده، فإن لم يذبحها من يوكله، ولا يعطيه أجرته منها، إنما يعطيه مالا من غيرها. وإن أعطاه منها شيئا إنما يكون على سبيل الهدية أو الصدقة إن كان من أهلها، ولا يشعره قبل أن يعطيه أجرته بأنه سيعطيه منها. وكذلك يجب أن يكون الجازر من أهل التوحيد والملة، ومن المحافظين على الصلوات، وممن لم يعرف عنه الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فإن ذبحها من كان هذا حاله فذبيحته لا تجزئ، ويحرم الأكل منها، ويجب الذبح مكانها غيرها. عباد الله، ونختم مقامنا هذا بما بدأنا به، وهو التذكير بأهمية الذكر خصوصا في هذه الأيام، والتأكيد على أهمية ملازمته والإكثار منه. ولذكر الله أكبر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وبحسب اطلاعي على أجور فضائل الأعمال
على اعترافي بتقصيري وجهلي لم أجد من الأجور شيئا أعظم من ثلاثة أحاديث جاءت في أجور العمل الصالح وهي في الذكر أو أربعة. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتبت له ألف ألف حسنة، ومحيت عنه ألف ألف سيئة، ورفعت له ألف ألف درجة، 3 مليون فائدة. بالذكر يسير يقال في أقل من ربع دقيقة. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجل حجة وعمرة تامة تامة تامة. والثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم مشى إلى المسجد ودنا من الإمام، قال عليه الصلاة والسلام: ودنا من الإمام فلم يتكلم، كتبت له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه أحاديث قد حسنها بعض العلماء: وفضل الله واسع ولك على الله ما احتسبت. أيها المسلمون، ألا وإن من أهم الذكر ما سماه الله تعالى ذكرا، كتابه العظيم القرآن الكريم كما قال سبحانه وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. الاهتمام بالقرآن قراءة وتدبرا وعملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك يحرص على فاضله كقراءة سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا عباد الله أن من أسباب تفاوت درجات المؤمنين في الجنة قراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وتفكر بين من يقرأ قليلا ومن يقرأ كثيرا. هذا في حياته كلها قرأ 20 ختمة، وهذا قرأ 500 أو 1000 ختمة، كم سيكون بينهما الفارق في المنزلة في الجنة؟ نعم يا عباد الله، ولا أعلم دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل إلى ربه ببركته كما دعا بدعائه وتوسله ببركة القرآن وطلب الهداية. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث. وندعو الله سبحانه وتعالى ونؤمن: اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالنصارى الحاقدين وبجميع أعدائك أعداء الدين.
اللهم كن لإخواننا في فلسطين ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارفع عنهم ما نزل بهم، اللهم ارفع عنهم ما نزل بهم، اللهم انصرهم نصرا مؤيدا، وانصر من نصرهم، واخذل من خذلهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالقحط والسنين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار، تسقي به البلاد والعباد وينتفع به الحاضر والباد يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آت